سمع ليش المناسبة كاين اليوم؟ على بالي بلي ان كاين اليوم عيد الحب اللي كيتصادف دائما مع 14 فبراير، وهذه مناسبة راه كيعرفوها الاغلبية ديال الناس. غتحتفل؟ طبعا انا ما كنحتفلش. علاش؟ ما كنحتفلش. كتشوفو حرام ولا؟ لا انا من هذه الناحيه هذه ما كنتدخلش في هذه الامور، هي اللي هي ديال الاختصاص ديال اهل الدين. بالنسبه للناس اللي احتفلوا شنو بان لك فيهم؟ وانا كنامن بالحريات، كل واحد حر، اللي بغى يحتفل يحتفل، اللي ما بغاش راه كل واحد وكيفاش. بالنسبه للكبائر كاين شي اقبال اليوم بمناسبه 14 فبراير مثلا على الشوكولا الورد شي حاجه بحال هكا؟ وانا بالنسبه لي كتاجر يعني المبيعات عاديه، يعني من هذه الناحيه هذه سهل. الايام تباعوا شويه شوكولا وتباعوا الحاجه اللي عندها، تباعوا شي حوايج اللي هما كذا، ولكن اغلبيه الناس كيقصدوا الاماكن اللي كيتباعوا فيها الورود والمحلات اللي هما اصلا معروفين ب يعني بالبيع ديال المواد هذه. ولكن بالنسبه مثلا بحال هذه الاسواق التجاريه الصغيره كيكون الناس كيشرو فيها مثلا المشروبات الغازيه الشيبس شي حوايج عاديين، ما لاحظتيش كاين شي فرق؟ هي من الطبع ديال الناس انهم في هذا العيد هذا كيهديو الشوكولا وال كاين يعني الهدايا ديال الورد والاغلبيه الشوكولا. بالنسبه للدومه وداك الشيء ديال ما عنديش، عندي هذا القليب الا بغيتي نهديه لك ان شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. عارفه المناسبه اللي كاينه اليوم؟ اها شنو هي؟ عيد الحب زعما. زعما. صراحة لا ما احتفلتش بيه، مي خرجت قلت زعما نخرج خرجينا وصاحبتي كيف ما شفتي راه مشينا الكافيه جلسنا بدينا الجو يعني زعما. كنتي مع صاحبتك؟ آه. علاش ما احتفلتيش بيه؟ ما عنديش مع من نحتفل، نكذب عليك يا خويا. ما عنديش مع من مرة يا خويا والله ما عندي. شي شفتي الا لقيت مثلا كيف ما كيقول كل شيء عيد الحب ماشي بالضروره يكون مع والد ولا كذا، يعني انا وصاحبتي مثلا خرجنا بدنا الجو نقدر نخرج مع اختي مع خويا مع والديا، احنا ديما كنربطوا داك الحب ضروري خاصو يكون بين بنت وولد ماشي بالضروره. عادي ماشي ضد فكره انه زعما الا كان عندي شي واحد كنبغي ولا عندي معاه شي غلاسيون كيف ما قلت لك لي زوينه وتستاهل فري نخرج انا وياه غادي ندوزو نهار زويوان غندورو وصافي. شفت بزاف كافي اللي كنا جالسين فيها، كانوا دي كوبل تما بنادم احتفل معنا بنات في الدار احتفلوا بعيد الحب عادي ما عنديش اشكال، بالعكس كان عندي انا مع من احتفل غير احتفل. لا صراحه لا عنديش لاش نغير المشاعر ماتوا اخويا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.